السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى، الفيديو ده عبارة عن سجاد ومشايات على الأرض، والدنيا ساقعة ولازم تدفي البلط عشان الدنيا ساقعة. آخر الشارع ده كده أم ملك، لو وقفتوا عند أم ملك اللي أنا لسه مصورة عليها الفيديو السابق، هتمشوا الشارع الفاضي ده كده وتيجوا عند السجاد ده وتلاقوه فارش سجاد بقى ودواسات. أنا عايزة أعرف أسعارها، لأن المشاية دي عندي زيها أغسل وأفرش فيها بصراحة زي ما هي، وناشفة زي ما هي كده وما بتضطراش، حاجة حلوة يعني. بصوا ده كشمير فابيض، يعني اللي فيه دي كام في كام؟ دي 80 في 2.5. 80 في 2.5 عاملة 100. عاملة 100. 80 في 2.5 عاملة 100. ظهرها اهو سجاد. ألوانها بقى أنوافها كله سجاد ومشايات. يعني هو ده بقى اللي أنا واقفة عنده. صح؟ لا ده كله، ده 3 متر. دي 3 متر، 3 متر يعني كام؟ 80 في 3 متر؟ 3 متر. بكام بقى؟ 140. ب 140. احفظوا الأسعار. دي 3 متر، دي طويلة أوي. بصوا ده طولها. دي كده 3 متر. هنخش تاني يعني؟ بصوا ألوانها أهي، في رمادي، في الأسود، في الكافيه، في السادة، في ابيض، في كشمير، في اللي انا بقول لكم عجباني شكلها، وفي اهو الوان تانية، احمر في الشكل الاسلامي ده عامل زي الجامع. بصوا ده اشكالها حلو قوي الكحلي. دي كده ب 140، اللي هي 80 في 3 اهي. ده طولها طويلة جدا جدا. ده الطول بتاعها 80 في 3 متر. في حاجات تانية عنده الكبيرة دي ايه؟ وعايزه اعرف اسعار المشايات. انا عارفه الناس كلها نازله عندك على المشايات. دواسات ب 20، ب 10 وب 20، يعني ده كده ب 20. بصوا جيب 20 ليه؟ تقيله، ممكن بقى لو حد عنده عربيه ياخدها. بصوا تتحط في دواسه العربيه دي، حلوه قوي دي برده. جيب 20 بس محمله وتقيله، يعني هي شريحه من البتاع ده، من السجاد التقيل. جيب 10 جنيه اللي ظهرها بلاستيك، النساجون الشرقيون اهي. دي ظهرها بلاستيك ووشها اهو. جيب 10 جنيه، ده مقاسها حلو والله، مقاسها كبير مش صغير، مقاسها اهي كبيره مش صغيره، يعني مشاها حلو. حلو اللي معاك دي، اللي معاك دي تعمل كام؟ 450. عنده سجاد كبير وعنده مشايات صغيره. حلو المشايات دي، انا عايزه ادوس ولا مش هدوس؟ ادوس وامر الله. الله ايه الجميله دي. بصوا دي بكام؟ دي ب 35، تحفه قوي دي 35، ومتقفله. بصوا متسرفله من الاربع جوانب. بصوا استنوا ما نقرا كده مع بعض اهي. حلوه قوي دي 35 جنيه. وفي مشايات اهي، والله ده كله متسرفل، بس في بقى مربع، في مستطيل، وعلى حسب ما انت واقفه تشوف السعر كام. بصوا دي استنوا، جميله قوي، عامله زي الفرو. بصوا عامله زي الفرو. طب دي اللي عامله زي الفرو دي بكام؟ 70 جنيه. مقاسها كام؟ 60 سنتي في 2 متر. 60 سنتي في 2 متر ب 70 جنيه. حلوه. الناس اللي بتسال على الظهر، الظهر سجاد. بصوا بقى دي قطيفه برده، دي جميله قوي. بصوا الوانها مبهجه قوي. يا لهوي مش قادره اشيلها دي، بس هشدها على مين؟ ده انا اشدك واشد امك. ايه شكلها تحفه. بصوا المنظر، اللي عندها اوض صغيره دي تحط في النص تبقى جميله قوي. طب دي كام في كام؟ معلش متر وعشرين في متر ونص بكام بقى؟ 80. حلو قوي، حلو قوي قوي، سعرها جميل ب 80 جنيه. 120 في متر متر وعشرين في متر ونص. ما اعتقدش انها متر ونص، حاسه انها متر وسبعين، انها اكبر يعني مش اصغر. بس احلى حاجه ان هو كل حاجه عنده متسرفله. بصوا اللي عندها طرقه ضيقه اهي، في ناس عندها طرقه ضيقه، في ناس عندها طرقه ضيقه، في ناس عندها طرقه 3 متر، في ناس قاعده في اوضه وبتقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. السجاده عنده تحفه تحفه بجد، والمشايات والاسعار زي ما انتم شايفين اهو. وعنده الجميله دي، بس 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 دي جميله عامله زي الشاي. طب ودي؟ لا انا 250. 250؟ متر مع انها حجمها صغير. ما الخامه. الخامه، انت هتقول لي ما انا عماله احسس عليها. اهي ده مقاسها، دي ب 250.
ب 250. دي شو الاشكال اللي عنده اهي، وعنده سجادة اهو اللي قال لي لسه ب 400 وشوية. تيجي بقى وتشوف الاسعار اللي عنده. انا في السوق بتاع بنك الوصل عند مترو ام مصريين يوم الثلاث. انت بتقف في سوق تاني؟ طيب سوق الخميس بتاع المطريه. فين بقى، كابلات ولا كابلات. المستشفى؟ لا انا بروح المستشفى. ماشي، هو واقف عند الكابلات قدامه ولا في نص الشارع؟ في نص الشارع عند جامع الانصار. جامع الانصار. لا انا بروح عند المستشفى عشان المفروشات بتاعتي. بس انا لقيت السجاد عنده حلو وعنده زحمه، فقلت اصوره لكم لان المشايات اللي عنده رخيصه. عندك ب 20، ب 35، وب 10 جنيه. يا بلاش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.